هذه المناسبة الحضور الكريم منذ 25 من شهر فبراير، ونحن نعيش ملحمة تربوية تنافسية بين من هيأهم الله لتربية الأجيال وإرشاد الأمم بمباراة ماتعة يستلهم منها ويستلهم منها المتابع دروس الحياة بتفان وتعاون وتألق من أصحابها. لهم هدف وتحدوهم غاية ويدفعهم الطموح أفرادها كالجبال الشامخات. فكان التألق وكانت النهاية بحضورنا جميعا في هذه اللحظات التي مضت مباراة التتويج والتميز والتنافس والتألق بروح يحدوها الرفعة والسمو بمباراة تنافسية تنافس فيها فريق مدرسة الحسين بن علي للتعليم الأساسي وفريق مدرسة عبد الرحمن بن عوف للتعليم الأساسي على المركز الأول وكلهم أول، وعلى الصدارة في هذه الدورة وكلهم في الصدارة. فكان الفوز لكليهما يبرق ويلمع ويتلألأ باسميهما، فبوركتم وبارك الله تفانيكم. هم فرسان السبق وحاملي مشعل التألق، إنهم الأبطال منسوبي فريق مدرسة الحسين بن علي للتعليم الأساسي. ندعوكم كابتن الفريق واللاعبين الأبطال لتسلم كأس البطولة والميداليات الذهبية. هذه المباراة حيث اختير كأفضل لاعب في البطولة بأسرها، ألا وهو المعلم المتألق أسعد المرزوقي، فليتفضل من مدرسة عبد الرحمن بن عوف. وقد حاز على لقب أفضل حارس في البطولة المعلم المتألق إبراهيم بن أحمد آل عبد السلام من مدرسة الإبداع للتعليم الأساسي، فليتفضل مشكورا. وحاز على لقب هداف الدورة المعلم المتألق فهد بن محفوظ النوفلي من مدرسة يعرب بن بالعرب، فليتفضل مشكورا. وقد حاز على لقب أفضل إداري في هذه البطولة المعلم المتألق عبد المجيد بن راشد بن علي الهندي، فليتفضل مشكورا من مدرسة بلج بن عقبة. ونأتي الآن إلى تتويج وتكريم الفائز بالمركز الثاني في هذه البطولة، وهو فريق عبد الرحمن ابن عوف.
حضورك اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يعني بداية حديثي أقول كل الشكر والتقدير لمجموعة البادي للتنمية والاستثمار القابضة على جهودها حقيقة المبذولة في الولاية بصفة عامة، وبصفة خاصة حقيقة على رعاية هذه الفعالية هذا العام والأعوام الماضية. الشكر حقيقة موصول للجهة المنظمة ولجميع الفرق والمدارس المشاركة. لا شك أن حقيقة يعني في هذه الدورة تحقق الكثير من الأهداف حقيقة طيبة، أهمها عملية أهم هذه الأهداف يعني الآن هذه الدورة اللي تقريبا استمرت لمدة شهر، وهذا خلق التواصل بين يعني بين أعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية والجمهور على مستوى الولاية. لا شك أن هذا التواصل يحسن كثير من الأمور والعلاقات والتعاون بين الجميع. طبعا هذا البطولة أولا ما طبعا كل الصعوبات ما واجهتنا صعوبات بحكم تعاون إدارات المدارس وأيضا الشركة المنظمة لهذه البطولة، وفروا كل السبل من أجل أن تنجح هذه البطولة، تخرج بوجه جميل وأيضا يليق بهذه البطولة تحمل اسم معلمي ولاية صحم. أيضا هذه البطولة الحمد لله حققت أهداف اللي كنا نرجو منها، اللي هو خلق جو اجتماعي بين الأخوة المعلمين في ولاية صحم، وأيضا الفاروح من جو من المنافسة بين هذه المدارس، وأيضا خلق جو للتعارف بين المعلمي هذه الولاية. فأغلب الأهداف طبعا حققت والحمد لله. الحضور الجماهيري والمتابعة كانت كبيرة، التغطية الإعلامية اللي كانت أيضا مميزة لهذه البطولة، كل عوامل النجاح توفرت لهذه البطولة. وطبعا نشكر الجهة المنظمة والداعمة لهذه البطولة مجموعة البادي، وأيضا نشكر معلمي وإدارات المدارس على تفاعلهم وتعاونهم من أجل إنجاح هذه البطولة، وأيضا الشكر للأخوة الإعلاميين على تغطيتهم لمناشط فعاليات هذه البطولة. فالحمد لله بطولة ناجحة، نحن نشوفها طبعا الأميز بين الولايات، ونتمنى إن شاء الله لهذه البطولة الاستمرار. والشكر لكم أيضا الأخوة في صوت صحم للإعلام على دوركم البارز في إبراز هذه البطولة بالوجه اللائق لها في أوساط ولاية صحم وخارج ولاية صحم، فلكم منا جزيل الشكر والتقدير. بداية نشكركم على هذه التغطية، وبأمانة ولا نكحف حق أحد من القائمين على هذه البطولة، على بطولة المعلمين بولاية صحم، ونشكر مجموعة البادي على رعايتها لمثل هذه الفعاليات. حقيقة صحم متميزة في أنشطتها سواء على المستوى المعلمين أو حتى على مستوى الطلبة والطالبات الموجودين في المدارس. هذا التميز لم يأتي من فراغ إلا بجهود متكاتف من الأخوة القائمين على مثل هذه الفعاليات ومثل هذه الأنشطة. نتمنى لهم التوفيق دائما وإلى الأمام دائما، وألف مبروك لمدرسة الحسين حصولها على البطولة وتأهلهم على مستوى النهائيات إن شاء الله على مستوى محافظة شمال الباطنة. الحمد لله رب العالمين. أعتقد أن هذه البطولة بطولة ناجحة، مرة السادسة تقام برعاية من مجموعة شركات البادي. جزاهم الله خير على هذه المبادرة الطيبة والهدية الطيبة لمعلمي ولاية صحم. في البداية الحمد لله رب العالمين على تحقيق هذه البطولة. أعتقد أن هذه البطولة الكل ينتظرها في مدرسة الحسين من خمس سنوات، ولله الحمد في البطولة السادسة حققنا هذه البطولة. كان الفريق مميز في السنوات الماضية، ولله الحمد كملنا المشوار في هذه البطولة وحققنا البطولة اللي كل اللي انتظرها، ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين، ختام رائع مثل ما شايفين. الحمد لله التجمع الكبير، ختام رائع. نبارك لمدرسة الحسين بن علي، أرجو لك مدرسة عبد الرحمن بن عوف، بطولة رائعة من بدايتها لنهايتها. الحمد لله حضور جماهيري غفير، امتياز الفرق بالأداء العالي، كذلك الحضور على مستوى الإدارة. فالحمد لله رب العالمين بطولة ناجحة كثير، مشاركة 10 مدارس لهذا العام، وهذا العدد ازدياد إن شاء الله. نتمنى المدارس البقية تكمل العقد إن شاء الله تعالى. وأشكر في البداية مجموعة البادي للاستثمار القابضة على دعمنا لهذه البطولة سنويا، ولها كل الشد التقدير باسم اللجنة الفنية للرياضة المدرسية بالولاية. كذلك أخص بشكر وسائل الإعلام
واخص بالذكر صوت صحن الاعلام وجماهير صحن جريده عمان في نقلها لاحداث هذه البطوله من البدايه والختام. وان شاء الله نتمنى ان شاء الله السنه الجايه نلتقي على خير، وكل سنه وانتم طيبين.